في السنة الخامسة عشرة من حكم القيصر تيباريوس، لما كان بيلاطس البنطي والياً على اليهودية، وهيرودس حاكماً على الجليل، وحنان وقيافة رئيسي الكهنة، جاءت كلمة الله إلى يوحنا في البرية، فذهب إلى كل المنطقة المحيطة بنهر الأردن يكرز بمعمودية التوبة لمغفرة الخطايا. توبوا عن خطاياكم واعتمدوا فيغفر الله لكم خطاياكم، هذا ما قيل على فم النبي إشعياء. صوت صارخ في البرية ينادي، أعدوا الطريق للرب إلهنا واجعلوا طرقه ممهدة، ليرتفع كل واد وكل جبل وتل ينخفض، فتصير الطرق المعوجة مستقيمة والدروب الوعرة سهلة، ويبصر كل بشر خلاص الله. وماذا نفعل؟ وماذا يجب أن نفعل؟ يا أولاد الأفاعي، ماذا تريدنا أن نفعل؟ من له ثوبان فليعطي واحدا لمن ليس له، ومن لديه طعام فليفعل ذلك. يا معلم، نحن جبات ضرائب، ماذا نفعل؟ لا تستوفوا أكثر مما يجب. ونحن ماذا عنا؟ ماذا نفعل؟ لا تأخذوا مال أحد بالقوة، ولا تتهموا أحداً زوراً، واكتفوا بأجوركم. قل لنا، هل أنت هو المسيح؟ أنا أعمدكم بماء، لكن يأتي من هو أعظم مني، الذي لست أهلاً أن أحل رباط حذائه، هو سيعمدكم بالروح القدس ونار، الذي مذراته بيده ليفصل بين القمح والتبن ويجمع القمح إلى مخزنه. نزل عليه الروح القدس في هيئة حمامة، وجاء صوت من السماء قائلاً: أنت ابن الحبيب، بك سررت.